قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال فيها الجود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حواليس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ حتى يا صولي وحتى يا صولي قرب عمره بشوي، وحتى يا صولي وحتى يا صولي وحتى يا صولي قرب عمره بشوي. عم يفكرك حد من الجمهور؟ ايش هذا الحك؟ انا اسالك سؤال، انت ايش صار فيك؟ جنيت؟ حد يغني؟ بس الليل والناس نايمه؟ اسوي بروبا عمي، اسوي بروبا. مو؟ ايش قلت؟ كيف؟ عمي كنت متملل، قلت اتسلى شوي. تسلى؟ رجع رجع بلان انطب على بعض لم؟ نام يا صالح يا صالح. تصبح على خير عمي. تراني والله اذا سمعت صوتك مره ثانيه بخلي هاي الحقيزران تصوح ظهرك. لا 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 وين مغنيات الفنية؟ وحتى يا صوري وحتى يا صوري عمي جاي في النور. يا حبيبي ما شي فرق ما للبخت علينا ورق، يا ساكن في سويد القلب صار الود علينا حق، صار الود علينا حق. يا ساكن في سويد القلب صار الود علينا حق.
البندر عبابك ادق ادق انا جيت من البندر عبابك ادق ادق يا حبيبي ما شي فرق ما للبخت علينا وراق يا حبيبي ما شي فرق ما للبخت علينا وراق يا ساكن في سويد القلب صار الود علينا حق صار الود علينا حق يا حبيبي ما شي فرق ما للبخت علينا وراق يا ساكن في سويد القلب صار الود علينا حق 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 انت كذي التقييم هنا بين بأن نسبة التفوق بلغت 60% في معظم المواد بس هذا مشاكل مع هذه بعض الطلبة هذه المشاكل بتصير في كل المدارس عسكري واقف على الباب مرحبا منير طيب أنا بمر الحارة زكريا البيت وبجيب لك إياه الشركة يلا مع السلامة الحين مقبول طب مو هذا ابو سويته يا ابو زكريا غلطه شاطر وما ظني تتصلح بس ما كان عندي حل غير يا ابو زكريا قوم اتصل بزكريا نطمن عليه ونعرف اخباره تو انا ابو اتصل بزكريا واسال عنه ولا هو اللي لازم يتصل فينا نحن وهو يسال عني أقولش من أبو الثاني أنا أبوه ولا هو أبوي يا ولد الحلال المهم نعرف أخباره ونطمن عليه ما مهمته ومن بيتصل الأول اتصل بيه جين جين أنا حرقتكم غير من مثل الحريم مرة ما يكفر إذا صممتي على شيء صلاة النبي والحاضرين صلاة أستاذ أمريو أستاذ إيهاب مكالمة من عند أبوي بس الله يخليكم أيوة أبا كون جمو فيك ذا شاير لا تتصل علينا ولا تصل عنا مالك أنا في شغل أنت عارف مشاكل الشغل عاد بص 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 ها أسمع عندك ربشة مو هذه ربشة مو هناك ها لا لا هذا صوت التلفزيون ذكرية أنا يكون جالس تسوي هذا دانداني أنت تعرف ولدك زين ما سؤال فيه أنا ما سؤال فيه جيب جيب شوية أكلم ولدي جيب شوية ها بس تبى تتكلم وقتك ها ولدي مخبارك كيف حالك بقى ما طمنت علينا أيوة ما أنا بخير بخير ليش ها بخير الحمد لله أقول لك أبقى جيب صبر شوية شوية بس شوية بس شحولة ما خلاك أقول له زكريا ماشي احبابي ماشي بس باقي نطمن لا عليك بس يلا توفى مان الله كبر عليك المطول هرقبتم كل يوم تتكلمين ما تخلص المرة مقبول بصراحة في سؤال في راسي باغي اسألك اياه هات سؤالك يا زكريا واذا كان عند الجواب بشربة انا بس باغي اعرف انت ليش مهتم في انه انا اغني انت مو تستفيد يعني هي يا زكريا انا زمان كنت بفرقة من هذه الفرق الحماسية وحب هذه الأمور واجد واجد لكن ما كملنا وكل واحد منا راح بحاله وأنا أموت أموت في شيء اسمه فن تراثي زكريا نادي أنت سهلانة خايطة لك هلا هلا يا فنان زكريا جالسة أسمع أغاني متنوعة ما في حد أحسن من حد أنت إيش تقصد زكريا وما حد أحسن من حد ولو ترنتي علي لا ترفعي صوتك لا يقوم أمي صالح لا تخاف ما بخبرني لكن اسمعني مقبول خبرني عن فنان زكريا عن صوت الغاوي تعال أشوف حامل بإيدك شريط أظهر حقيقتك شوفي بنت عمي أنا أصلا ما يلي بهذه الشغلة أنا أبدا بس قلت أجرب يمكن أنجح وحصل شغلة زينة مقبول قالي إنك بتغني أغاني تراثية تراثي زين بس شباب هالزمن كلهم يسمعوا أغاني سريعة
أما أنا لا أحب لا الأغاني السريعة ولا غير السريعة. هم كم أغنية تعلمتهم في البلد. أنا المهم عندي شغلي. أقولش أنا بروح أنام، أخاف عمي يقوم من النوم يسألني ولساني يسبقني وغرب. تصبحي على خير. تصبح على خير. أنا بعد بسير أنام يا الله. وأنا بعد بسير بنام بعد. كأني أسمع صوت زار هناك. إيش هناك؟ ما أعرف مو يسوي. خليني أسير أشوف. ما أعرف إيش يسوي هذا الولد هذا. ما أعرف. ما شاء الله. ودي زكريا صاير طرزة. ليش تسوي الخبلة؟ عمي أحاول أوقف على راسي. يعني ما عندك رجول توقف عليه؟ بعدين إيش؟ توقف ليه؟ ليش رابط راسك كتير؟ عمي في مصداع، في مصداع. عادي عادي. إيش اللي صاير؟ والله جازب لي نهضت صحيت من النوم. هذا الاستاذ عبد الله، انا رد عليه. يا هلا الاستاذ عبد الله، كيف ترتيبات الحفل؟ كل شيء تمام، بس اتمنى عاد استقريتوا على موعد الحفله. يوم الخميس القادم يوم مناسب بالنسبه حالنا. وهو كذلك، احنا تقريبا ان شاء الله نكون جاهزين. ما اوصيك، اريد الحفله فيها تجدد، اريد فيها بسط وفرح. تمام يا استاذ، ما يصير خاطرك الا طيب. مع السلامه. اقول صالح، أنا مسوي حفلة خاصة بمناسبة تخريج ولدي، وأتمنى أنك تكون حاضر أنت وأولادك. هذا تشريف طال عمرك حالنا إن شاء الله. والحفلة القادمة بتكون في مزرعة الأستاذ عبد الله، وإذا تريد تقيي أنا بنفسي بجيب لك بطاقة. تمام، بس لا تخبر زكريا، أريد أسويها مفاجأة حالة. ترى زكريا بيفرح كثير لو حضرتي. يلا فطوم، يلا اني وحيدة بهالدنيا والوحدة تذبح تقتل. يا الله مسكينة، قطعتي لي فؤادي يا سليمة. تعبانة. الله يساعدك. فاطمة لا تنسين الحفلة الليلة، لازم نكون اول الناس يعني ما نتأخر. ما نسيانة، انا ما نسيانة، هذه الحفلة انا انتظرها صار لي اسبوع. يقول وين نسيانة؟ حفلة؟ حفلة ايش؟ هاي الله يسلمك، زميل زوجي مسوي حفلة حولته، قالوا الدعوة عائلية. يلا فطوم، جالسة تدلعي وتتفوشري عشان أنا مسكينة وحيدة بهالدنيا ما عندي أحد. حرام. إيش هذا الكلام؟ الله يهديك يا سليم، إيش هذا الكلام؟ أنت ما سامع كلام زوجتك؟ ما قصدها تمزح معك بس. أي والله حبيبتي، فديتك أنا أمزح معاك. خلاص خلاص يا جماعة خلاص، أنا بروح وأخليكم على راحتكم عشان تجهزوا للحفلة. الظاهر إنك زعلتي. نعم أنا زعلت ورايح البيت. لا 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 لا، ما يستوي. الله يهديك تروحين أنت زعلانة، ما يستوي. حشا. صحيح أخوي. أقول الحفلة رايحينها دعوة عائلية؟
عائلية. خطوم حبيبتي. نعم. أنا ما أختك. صحيح، أنت مثل أختي. خلاص يا جماعة انحلت المشكلة وما في زعل، بروح معكم. يلا ابغاك تخلي الجمهور يتفاعل معاك، لان بصراحه الموضوع اصبح موضوع تحدي بينك وبين هذا ابو مسمع عمره موال. بالله عليك حد يسمع عمره موال؟ بصراحه انا خايف. رجولي يسلموا على بعضهم كاسك. لا تحاتي من هذا الشيء، اسال مقرب. هذا الشعور بيروح منك مجرد ما انك تبدي. بس يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، العالم جاهزين وانتوا بعدكم جالسين. مثل ما قلت لكم، أول يبدأ موال وبعدين زكريا. إيش هذا الجمال؟ يلا يلا مشينا. جمهورنا العزيز، فنانا لهذا اليوم نجم صعد بسرعة البرق. رحبوا معي بالفنان الصاعد موال. موال؟ من هاي بعد موال؟ أول مرة أسمع عنه روحي. هذا كأني أنا شايفتنا في التلفزيون. وأنا بعد فطوم شفته بالتلفزيون. على فكرة في سالفة بغى أخبرك إياها، لكن عاد بخبرك إياها لما يجي دورك. مقبول؟ أنا خلاص ما أريد أغني، أنا رايح البلد. تعال هنا تعال. إيه رايح البلد؟ الأستاذة موجودة في الحفلة. أستاذة؟ أستاذة من؟ أستاذة نادية. بنت عمي الأستاذة نادية موجودة؟ من اللي قال لها؟ والله من اللي قالها، من اللي ما قالها، هذا الشيء ما يخصني أنا. أنا اللي أعرفه إني رايح أسمع الأستاذ موال. وأنت تبي ترد البلاد؟ رد. سيارات الأجرة دارسة المكان. السلام عليكم. ها صدعونا بروسنا جالسين يصفقوا. هذا مطرب، هذا اموت واعرف من اللي خلاه يصير مطرب. وين؟ شوف انت، تشوف زكريا. زكريا انت ايش جالس تسوي هني؟ الجمهور جالسين والعازفين على المسرح. يلا يا زكريا يلا. أرجوكم لا تخوفوني، أنا وحدي خايف، لا تخوفوني. يا زكريا يا حبيبي يلا خلنا نمشي. يلا يلا يا زكريا يلا، اليوم يومك يا بطل. استر يا رب، يا رحمن يا رحيم، ربك بيستر. خلاص مشينا.